سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. جيتكم اليوم بنوفال فيديو ان شاء الله تنال اعجابكم. اليوم راح نديروا مع بعضنا تحليه الشوكولا البيضاء بالكراميل. واش راح نحتاجوا لهذه التحليه؟ عندنا 240 مليلتر كريمه طازجه، اللي ما عندهاش باش تقيس دير كاس. عندنا كاس بودرة شانتي، كاس شوكولا بيضاء، انا هنا قصيتها طراف باش تسهل لي عمليه الذوبان. بالنسبه للتزيين، عندنا كراميل، عندنا البسكوي هذا تاع اللوتوس، وعندنا هاد لي بيك هادو اللي عمرتهم ديجا بالكراميل. راح نبداو الان على بركه الله. على بركه الله، اول حاجه واش راح نديرو؟ راح نذوبو الشوكولا البيضاء تاعنا. نعم، نذوبوها على حمام مريم. احنا هنا كيما قلت لكم قصيتها هكا طرف صغار باش تذوب لي في ساعه. نحطها تذوب ونرجع لكم. نجيبو ريسيبيون نحطو فيها الكريم فراش تاعنا. كما قلت لكم، اللي ما عندهاش ميزان ولا حاجه تكيل بها، دير كاس كريم فراش وكاس بودره شونتيي وكاس شوكولا. نضيفو بودره شونتيي ونخفقوهم بالباتار. بعد ما طلعنا بودرة الشونتيي تاعنا مع الكريم فريش، راح نضيفو لها درك الشيكولا بعد ما ذوبناها. بعد ما كملنا خفق الكريمة، ضعف الحجم تاعها، حطيناها في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى بردت. رجع لنا القوام تاعها هكا. نجيبو بوش ونبداو نحطو الكريمه تاعنا فيه. انا هنا مانيش انا اللي نخدم، اختي هي اللي راهي تخدم، باسكو انا يدي فيها السخانه لو كان نحكم لا بوش تذوب الكريمه ويفزلي القوام تاعها. هذو هما لي فيغين اللي استخدمتهم. نبداو نحطو الطبقة الأولى من الكريمة. هذا هو الشكل تاعها. نحطو الطبقة الثانية من الكراميل. أنا هنا واش استخدمت في الكراميل؟ درت ثلاث مغارف كريم فريش، حطيتهم سخنوا مليح، وزدت لهم زوز مغارف طوفية حتى رجع القوام تاعهم هكا. بعد ما حطينا الطبقة تاع الكراميل، نزيدو الطبقة الثانية تاع الكريمة. نحاولو نميلو لابوش باش تعطينا الشكل مليح. هكا نبداو درك مرحلة التزيين تاعنا. أنا بالنسبة للتزيين استخدمت بسكويت لوتوس. انت اذا ما عندكش بسكوي لوتوس تقدري تستبدليه باي حاجه عندك في الدار، تقدري ديكوري بها. استخدمت ثاني لي بيك تاعي اللي ديجا عمرتهم بالكراميل. هذا هو الشكل. بعد ما نكمل دريسي اللي بقاولي راح تشوفوا الشكل النهائي تاعهم. هنا بعد ما كملت عمرت لي فيرين تاعي كامل، كي شفتهم بانوا لي خاصين حاجه، وليت تفتفت شويه بسكوي ودردرت عليهم من فوق. نتمنى لا فيديو تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، والى الملتقى في اون نوفال فيديو ان شاء الله.